مش من زمان كتير، من 10 سنين لورا، كان لبنان مقصد لكل العالم وخاصة المرضى اللي كانوا يعتبروا انه هوا بلدنا هو اللي بيشفيهم من كل أمراضهم. مش من زمان كتير، من 10 سنين لورا، كانت الناس بتزرع وبتاكل من أرضها، كانوا كل جبالنا خضر، كان بحرنا أزرق ونظيف، كان الكل يشرب من مي العين، وكانوا كل الناس يوعوا ويشربوا فنجان القهوة ع أغاني فيروز. بس من 10 سنين لليوم كل شي تغير، وجبالنا اللي كانت خضرة صارت اليوم جبال زبالة، جبال مرامل، جبال كسرات ومعامل على أنواعها، جبال مشاحر وعمار عشوائي، جبال أكلتها خطوط التوتر العالي. الموت والأمراض فاتوا على بيوت الناس، صاروا قاعدين بيناتهم معشعشين بزوايا أحيائهم. صار لنا أكتر من سنة مش عارفين وين بدنا نروح بزبالتنا، عم نخبيها تحت التراب، بالأراضي، بالجبال، صارت بالمي اللي عم نشربها والحمام اللي منتحممه، بين الشبابيك صار في مكبات، وصارت الزبالة ملاعب للولاد بيلعبوا فيها وحدة ومعها، بيلعبوا بالسم، بنفايات المستشفيات، بجية المعامل، ببقايا الوسخ اللي ما باقي غيره. جابوا كل شيء بزبالة محمضة ومحمصة من سنة ومن 8 أشهر، اجوا كبوها عنا بالنعمة، يعني كل الريحة على هالطفالة وعلينا. إني كانوا قاعد الواحد مش بمجرور، بجورة حمام معمولة عمرها 20 سنة. يا بنت الدنيا كلها صارت ملعوصة، وين بده يروح بخار الأزيف والضرب والحرب والتقطير، وزادت علينا المزق، شو بدنا نعمل؟ أيام بشلها وبوقفها وأيام بمشيها، بس تمشي بده يمشي الريحة. إلا ما ينمرض ويقعد الواحد ويصيب له مصيبة بالآخر، ولا فلان معه الدرجة الفلانية مدري قدي أو الكونسير كذا، بعوض بسلامته الله يرحمه، بعيشته 2 3 شهور بدق الجرس بيروحوا بيحملوه. هيدي أنهارنا، هيك صارت الأنهار اللي كنا نتغنى فيها ونعدها ونحفظ أي مناطق بتروي، صار لونها بلون سواد البلد، صارت مجرير، ما عاد في شي بينظفها. وصخ وجاية وجردين وبرغش وحشرات وميكروب للعالم. نهر البرداوني كوارث، أنا ابني بيضل يقوصهم بالنهر للجردين. المشكلة هي المعامل اللي عم بتكب وسخها على النهر، اللي هي من أعالي زحلة، نستحي فيه بزحلة للنهر. كل ما واحد بيقطع من هون هلأ في شوية مي، بس زبالة وروايح ووسخ إنه عيب. نترك الجبال والأنهار لننزل على البحر، الوضع مش أفضل، ما في شي نظيف، ما في منطقة بينسبح فيها، بحورنا الممنوعة علينا إلا بالمصاري صرنا نسبح فيها مع الزبالة بين المجرير والحيوانات الميتة. وصلنا لمرحلة نخاف ننزل على البحر لأنه ما بنعرف أي مرض معقول نلقط وشو الفيروس يلي معقول ناخده، هيدي إذا سلمنا من الأمراض الجلدية. الماي مش عم نشرب، صرنا زمان إحنا ماي ما بنشرب، بس يعني حتى إنه بديش تجي المرة بديش تغسل منها بجي هذا الماي بتستعمله، يعني أكيد بده يكون بيأثر نوعا ما شيء سلبي على هالعالم. عبي قالوا ماي من الشبكة، تاني يوم بشوفي الرواسب تبع بالكابل كيف بده يشربوها. حتى الهواء اللي بنتنشقه بطل هواء، صار دخنة معامل وموتورات وسيارات كل ماله عم بتزيد، معامل موجودة بين بيوت الناس، والسرطان قتل رواياهن. التلوث موجود بكل شيء بالضيعة، بكل شيء، شو ما بدك ما تستثني شيء بالضيعة، التلوث ماشي فيها من روسا لهرمة لصغيرة. بس انه شفتي الوضع، يعني الغبرة وشركات كل شيء هون يعني بيأثر. مني كتير كويسة لانه انا عند الرواية، بتصور انه انا من الدخان ومن تلوث الجو. تري ولاد صغار عم يتلاقوا هون كلهم مع ورقه، تعودنا اذا ما في غبرة ما فينا نعيش. الوضع بالزوق والجي مش احسن، الدواخين السوداء منظر يومي ما في غنى عنه، متنفس يومي ما في مهرب منه، ما حدا بيسترجي يفتح شباك أو باب، السواد أكل بيوت الناس وحيطانا وبلاكينا وقوض ولادها. كل النهار دخان
وريحة سوبر تلوث. عم نعاني من شيء اسمه ريحة مثل ريحة الغاز. بتسمعش إلا ناس عم يلبسر معها ما رد كل شيء. ما منشوفه هون البحر لأنه البحر مسكرين عليه شركة الكهرباء والمعامل، يعني ما في بحر هون. ما في، بتعلق الغسيل أبيض بشراسه. وسخرية القدر بالنسبة لشركة الكهرباء إنه نحنا بأننوا مثلنا مثل غيرنا وأكثر، يعني شركة الكهرباء بتقطع عنا الكهرباء مثلنا مثل غيرنا. واللي ما سمموا التلوث ومرضه خطوط التوتر العالي عملت شغلة، صفقات وأموال على جيوب السياسيين وخطوط توتر عالي بين بيوت الناس فوق سطوحهم عم تقتلهم كل يوم على البطيء. هلا نحن هون تقبضنا صار عنا مناعة، نحن هاي الضيعة كله ما يا ميت بالحريق والكونسير. العجقة عطرقاتنا ما عادت تعرف ليل من نهار، صارت معيشتنا بحالة طوش دايم وتلوث سمعي وبصري عم يقتلنا على البطيء. ولك حتى نظرنا ما عاد مرتاح، وصارت طرقاتنا كلها عمار وبيلبوردز ولوحات إعلانية ما عاد تقشع شي من وراها. صرنا منلتهي 100 مرة نحن وسيئين لأنه العروضات متلاي الدنيا، والأهم البانول اللي عم بيلوس وبيقول لك اشتري ايكو فريندلي وحافظ على البيئة والصحة. لبنان أجمل بلد بالعالم بس حكام ما في ونظام ما في، ولما بيوصل مسؤول على الكرسي أو سيما بينزل عنا. هيك تصدرنا المرتبة الأولى بين الدول العربية بنسبة الإصابة بالأمراض السرطانية والحبل على الجرار. هيك اختنقنا وهيك صار بصحتنا وبأعصابنا وبعيشتنا من ورا زبالة ما عم نعرف نشيلها. يعني قاعدين بالبيت بدل ما تشمي هوا نظيف عم تشمي سوري فهمي كيف، يعني كلها مجارير بالمي. هيدا الشيء كيف بيأثر على الإنسان؟ كيف بيأثر؟ روغارت كانسر ميديا كليب الدي، يعني حطي حق الدواء وروحي كل أسبوع حتى تدفعي حق الإبرة $2000. هذا شيء غيره؟ مرخص خلصة بعدني. شو بدي أحكي لك؟ شو بدي أحكي لك؟ وين أني؟ شري وين أني؟ بس قولي لي وين أني؟ ما شاطرين إلا بالحكي، عفواً إذا بقدر أحكي هيك، ما شاطرين إلا بالحكي. عم نعمل عم نشيل عم نحط، كلهم عم يرقدوا عم مصلحتهم وعلى جيبي. كل 20 يوم بدي علبة دواء حقها 8.5 مليون. كل 20 يوم مش شهر. شفتي ما بقى فيك تحكي، شو بدك تحكي؟ ما بقى في حكي يعني. نور ما وصلت معي على المستشفى واعي بالجيب، عيطت لي ماما وصفرت واستفرغت العزوم من تمها اصفر وعملتها بتيابك. قلت له جوزي بنتنا ماتت.